أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألكم حم شعلا هنا وجهه سؤاله إلا يصدري وحي يصدري ننكم إلى ذلك الدقن معنا مغادة نيروب. قال سؤاله لكن وحوين كبرنا هيانا ووين وي. سؤال شعور رسول الله تكلم شيوخ جماعة الاعتصام، شيوخ ذي جماعة الاعتصام لو يقان إيه وأمثالهم إيه حركات كلمتها أو حكاية عن جماعة الصادعون بالحق مثل حسن داهر وأمل وعكاشة وغيرهم. جماعة تكالين ضد طلب لما كان، ولكن صراحة هذه الجماعة أن ذلك افتراء عليها. لكن جماعة سمعنا أن واحد شيء إن الوبين أبورنا إيوه ومعارضة لدعوتها، دعوتها ذي ومعارضين إليه تاي. فماذا تعرف عن حال تلك الجماعة مركة أدوه محد كقرنيسة حال في الجماعة هذا سوي سؤال شهر سؤال شهر لما نوحوه تزعم جماعة الاعتصام جماعة الاعتصام واحد شيء قرنيسة أن توحيدها توحيد كأنه ليس صحيح صحيحا إنه يهي وأنها على منهج السلف الصالح، منهج السلف بصبران إنه كتاغن تهي. إذن فما هو خضاؤها في نظرك وما حي خضاء يكتر تجمع عاص أذيك عرفت هذا سؤاله مرت الله وضعه وقع مرت حوبة هنيان هذا الظلم بحوبة هنيان وسيسكدين إن شاء الله هذا الكائن في لقابين كرين سوق قابيه. مدعو الرئيس الشيوخ ذا كان لي سماع على اعتصام وكمدة إن من كفلوا لفكر كاه ويسكوا عرفتين كان لي جماعة الصادعون بالحق قلوا الله بحضي يقول لي وشيغان إسا إنو حالوي افترون هاي مركي لقاها الله يباك ناس محمين له إلا وقادو وحا ضدك أن هذا الدين الشيغان هيا أما علمك الشيغان هيا إسكوها إسطان إنها لقاكم الشيغين وضعوا حي إرادان وحا لإسكوها هيا وخلافة دي بالرادين هيا يا خلافة دي ووحا لقرادين هيا قاب مارتي وضدك إن لليه الشيء وبرلمان كلا فريستو ومارتي العضي ولسكو شرحهم بالأحوين النمو وقاب كاسا لقرادين هيا قرنا وحي لين ما يوحى الورى لنا يا جهاد كي إلهي نودر يا قران كي يالي بالورى لنا يا ضدك والغدك على ما هي قرنا وحي لين ما يضدك دين في كب حين وإن دعوذي إسلام كأصل وغصب الله مارك الشيء قال لها لنا يا الاسكو خلاف الهدين في السماء وحي كده قال الخلافة الإسلامية الخلافة الإسلامية والنظام وحرر لكم نقطة نظام كاسنا ضدك العقيدة الإسلامية هم هي برر لكم نقطة مرك هذه العقيدة دي لقلهم العقيدة الإسلامية هي نفهم وياه الخلافة الإسلامية لا حلو في المية وضدك هذه أركان باعينها كتاب إلهي لقتي كره وكتابك على سمي سنكره ودستورك على ورق مكره وقال لي لسورة سنكره وشرعية لقى قادن كره والتلية لقى دين كره دي ضدك أمسيهين خلاف الإسلامية محيط كلام غنطاي وحبه ومبهنا من الربان لبين أور كان بسعودين تيدي محاول إبتا صور نووطة سيانا مسلمين كوان كرنابا يستمع مركع الخلاف الإسلامية اللي رأينا هي أيان رأي ليسا عالم الإسلامي يبدن كوكا ومنور دول علمانية كدسا دولد أنا شعبك أدورانية تذكيره أمن سن إسلامك وإنه الدين يدولدي وإسلامك لإسكو حكومة أمن سنة وحا الله أركا إنه يهين قد شادة وفي النوضيال إنه يهين بها الله أركا وإسلام كي معناها يعني سحر وآذيك سنية أما كرسي كدونا إياه بها الله أركا وحا الله أركا إنه ما خلاف إسلامية يدول منا ما سه وتحقيق الإسلام إسلام كي إن لحقيته وإسلام كي سوءها الله قاته وأفراد مركورة إسلام كي إسلام نيدي هم تاهيد إسامان كرة بغمان مياه الرئيسة بس واحد يقول رأينا يا دولة إسلامية ذات واحدنا يا دولة دي بانا غم غم مركا الكاس مركي حقيقة الإسلام الله خيريه ويا دولة والغردة هي أولا هلا يا
حقيقة الإسلام كي ينكمل الاثنين فهم كي إسلام كي حقيقة الإسلام كي ينكمل الاثنين نقطة نقول رئيسي أو أهيد شهادتين أو توحيد كأهيد بارش كفهم لغا حسن توحيد كي بارش كفهم لغا حسن لأن مركة توحيد كي اسكو خلاف سن واحد كلام اسكو موافق كرام خلافة لرادية اسكو وافقين أعمال بلان بين اسكو وافقين تبزيق إسلام كردن بين اسكو وافقين محايا لي لأن كي بيبا كبير ريان توحيد كي واحد ستاري ما ستان حايا متى توحيد بحقية قام وكالي كما توحيد بحقية قام وكوهي مركة سنة مركة الصواب كأوحوهي فأنت توحيدك إلا المداية ولا الصحة طالما معنا كلم حراف صنع إلا في ريو طاوة ريسة مركي فهم توحيدك عن عبد أيوه وهو على الزهن كريسان جماعاتك ومعنا سيدة إكليهين إيو سيدة مركة يقول لدي حق أولو يقول لدي أولو هي مكة الجنكة يحب أن تكون إلى أصابعون واسدة سيرا هو من كلام يقول الإسلام ما هو سدا وأنا لو أقف هذا ولا هذا إنسان لكن ما كي أرين تفهم تعالى الشيء شيء اللي يسقها هو محي وتوحيدك فهم كيسوي لمن بلن هو ملنا هي الدين الإسلام أقوم أوليين أو حكى قدم فهم كي توحيدك توحيدك من كلام بلونه سرع الدين تيسا سيد الأبي هاي كلمة لا إله إلا الله وهل يرادو حالا دخصول الله إلى هلا يرى ودين تغنوك رئيسه ما اللفظي إلا أخيه بأل أكربي مزوحة لكبي معانيه سي إلا حقيقيه اللفظي إلا أخيه ميا مس تحقيق المعنى وهي وتحقيق بإله دهي تحقيق هذه الوايه لأشهاده مجرته ومرت أشهاده يتحقيق هذه وبقن قلين تذيئها فالهار الميان ميا ما سوى كالعاري كرانو لهتانكونا وتوحيد تطبيق يتحقيقنا وتوحيد لغاد أما وتوحيد لغاد معنى وأعمال أما واجبات أو محرمات باب كل جلعين يا تاسبا كان سارق باهم وضبك أيان جرمي ونبن بها الأوضاء توحيد كي مكرهرة من لما توحيد با إلا وحوي مروحا ليه إلهي وحين أمره معناها لا إله إلا الله إنه رمينه وقرنه علمه يلم فعلم أنه لا إله إلا الله إلهي فعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون مرك لا إله إلا الله وقرآنك نكوية رأي قرآنك نكوية رأي لبينا إلا رمين نكوية رأي ومحمد رسول الله وحلى لحليم إلا قاض الله وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مركا لا إله إلا الله حديثي وحيليهم فضل قليل شيء يانا إلا يراه إلا الضهية ووحي له مسلم العادة اللي إذا أستاذ لي يراه مركا أنا معناه دي بقى لقاء الله يا قرآن كتاب الله يا وحليه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا الله كريع عابدا وهو شرقينينا قليل الله كريع عابدا شريقنا هو سمينينا عبادة مركا لألا آذينا العبادة أعماش هذه أذية أشد اللين تهذي ملك لها لا أذن وهي الله أشكد الله وكفره كأمر قاله إذك له أبد الله من أمر قاله شوية الله كريه كأمر قاله وحي إلهي كفرنا السماء وحي إلهي كاربنا كار الله كريه باعه إسكاله الله كريه لقبضاء ولا رجية الله كريه وحلون ندلاء الله كريه استغاثة مارك لقد الباي درجار لقد الباء والويدستاه الله كلي وحلو قورعا مركا الله كلي أعلننا مركا ساسا قرآن كنو أمريا وعبد الله ولا تشركوا فيه شيئا قال له حالي لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه قرآن قال لك استاغوا يا الدين عادينا وحي لها فإن تابوا هذه توات كنان وحي إله صغير الله أعلن يشرين كتوات كنان وقاموا صلاة واتوا وزكاة فخلوا سبيلهم يفا إخوانكم في الدين دليل مركا الله عن الرموت سيدان لو فهمي سيدان الرباين لو قاطو لدى قباهم إن مركا يدفكوا أي قطان وحوهي كلمتي أو اللفظي قاهيد وضواقه
iyo macnaheedii oo xaqiijinta u baahnaa oo fulinta u baahnaa ma wax kala haraya oo kala hari karaa ma laba tawxiid baa oo mid lagu islaaminaa lagu islaaminaya mase waa isku hal wax bay isku yihiin. waxaa xarakaad la sheeganayo inta la iska daayo arrintaa keliya la dul istaago sida allah rabo ma waxa weeye inaan lafdiga keliya qaadano oo lafdiga lagu hadlo intii lafdiga ku hadlaysa waa muslimiin aaminaano mase waa lafdiga iyo macnihiisa wixii aqbalaa muslimiin la yidhaahdaa oo lafdigiibaasi xaqiiqeyna la yimid oo acbud ullah walaa tushriku bihi shay aan fuliyey تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كلمة دي فاز المفسر القرآن كفسر مرتا وأبى لا إله إلا هم يا وعبد الله ولا تشرك به شيئا مرتا ليه وأبى لا إله إلا الله يعني مرتا اللي يري تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا إله إلا الله يا oo labadoodu maba kala harayaan oo isku dhegan yihiin miya oo lafdii iyo macnihii maqsuudka ah wey macnihii loo jeeday iyo lafdiga islaamkii ah oo lagu muslimaya magacii lagu qaadanaya wixii ka dambeeyana waa furuuc oo dadkii waxa weeye wiiiyo wixii inkiraa iyo bacda qaadanta xuja iyo weeye labadaa fakar baa horta lagu kala socdaa labadaa fakar baa shaqaynaya qolowalba fakar haysta adeerta jamaacooyinhaa si kala noqdaana si kala go-go-aan laakiin waxaa shaqaynaya labada fakar weeye qofka caaqilka marka waxaa laga rabaa labada fakar inuu diinta ilaahay u celiyo fakarka baadiyasan inuu fahmo aa rabaa fakarka sawaabkaana inuu fahmo hadduu rabo inuusan xarako xubin ka noqon laakiin inuu asal ahaan fahmo sida tawxiidka alla rabo subxaana watacaala waa sidee dadka marka oranaya oranaya lafdiga waa islaamkii ah lafdiga waa islaamkii ah qaaru saasay u caddeeyaan islaamku waa kelmadda afka ah islaam la yidhahdaa wixii ka dambeeya waa awaamir diini oo maaragtay yacni u baahan in la fuliyo qofka fulin waayeena sharciga loo celiyo laakiin islaamku waaba lafdiga dadbaasaa u caddeeya qaarna waxay yidhahdaa maya islaamku waa lafdiga iyo macnaha oo wada socda laakiin kuwa saas leh run markii la fiiriyo iftadoodana la fiiriyo waxay lagu rafsayin kuwii hore oo lafdiga unbay qiimeynayaan ee macnaha ma qiimeynayaan maxaa yeele qof macnihii laga waayey bay muslim ictiqaadinayaan qof macnihii laga waayey bay muslim ictiqaadinayaan arrinta taas kasoo horjeeda marka waxa weeye laa ilaaha ila allah waa lafdii macno lagu doonayey qofkii macnahaas ku doonayaa ku muslimaya qofkii macnahaas aan ku doonayna kuma muslimayo labadaa arrin baa taxliil u baahan dad in loo fiiriyo u baahan wakti kastaa kugu qaadato waa asalka diintii weeye marka tee baa saxan labada arrimood waxaa saxan in tawxiidku uu hal tawxiid yahay lafdi iyo macnana loo baahan yahay oo labadaa ka koobmo lafdi iyo macnaba waa ka koobmaa midda u horeysa waad ku garan kartid macnaha arrintu inay sidaa tahay waxa weeye rasuulku sala allahu aleyh wasalam dadku wuxuu ku lahaa laa ilaha ila allah rumeeya oo dhaha quluu laa ilaha ila allah tuflixuu buu lahaa anigana ay rumeeyaan rasuulullahi ahay buu lahaa hadday odhan lahaayeen waa ku rumaynay inaad rasuulullahi tahay laa ilaha ila allahna waa nayre laakiin soomiyada kama tegayno waa caabudeena khayr baan ku aragnayo waxaan uga baahno markaan u nimaadno gargaar ka dalabno roob baan helnaa khayr baan helnaa hadday oran lahaayeen shahaateynka nebigu ma qaban lahaa rasuulka ilaahay ma qaban lahaa mase ma qabteen ilaa ay asnaamta ay caabudahayaan ka tagaan oo wuxuu aacbud ullah walaa tushriku bihi shay-an ilaa ay fuliyaan alla an nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-an walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah ilaa ay fuliyaan nebigu kama qabteen miyaa shahaateynka mase iyagoo shirkigaa samaynaya bay shahaateynka u socon lahayd u shaqayn lahayd nebiga aqbali lahaa sida la ogyahay waxa weeye labada arrimood wax ma ahan kala haraya jaaladuna waa yaqaaneenoo markii la yidhi laa ilaha ila allah loogu yeeray
فحلاين إنا لتاركوا آلهتنا معنى كثيرين إلى يدي يدي عن عبود جرني لشاعر بجنون ما وثبنا آلهتي إن آله لكثيرين كرتين نذول بنا لا إله إلا الله لي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون الله كلي ما إله عبود لا إله إلا الله مركا فعبد الله بغصبه ومركا لما فينا إلى آله هذا والنفي بمعنى النهي يا هو وحي بيقى لدينا يا بمارك إلا عبد إله غيرك ما بتشرى لي إله الله إلا نهينا ومارك إلا غلي حدوث الجرين حسمين ويمركا معنا من الله كده لي سوي وآلهة باطلة ويداء إلا يسمي سبوي معنا الله كلي عبد وي معه مركا قرآن تمركو كليه لا إله إلا الله به وأقبل يمركو كليه أسلموا لله إسلاما فله أسلم وإسلام الله يمرك كلية وعبد الله ولا تشرك فيه شيئا وإسكم كل وحوي هذا نوعي ومعنى لو قصد كل وحوي وحكا لعابدها وحكا لادعها شرعية إلهي وسندكين ومركز للازمها وليعلنها ولغم ولغد ليسيني هاي الشيطان هلا يبضح قلبي يقولون يوسف كبرن أو يوسف رجين أو يوسف عابدين أو يوسف برين إلى الله معناه سبيقول الجيران معناه سبادت في الأمير أي معناه سبيقول فهمي إن لو جيران معناه سبيقول مديد جنو مركا ساسي قالكو أهاني وقرشتو حيرا أينا لتاركو آلهتنا لشاعر المجنون ما مقا إلهي أقولك إلهي إلهي شاعر مجنون والذي نبي هود إلا نساس فلي إلهي يعني وحي إلهي وما نحن بتارك آلهتنا عن قول كبيرة أما هذا الكائن إلهي ذي أن أذنني كما تجينا إلهي مرنا كما تجينا إلهي يعني واحد يقول أن النبي صالح التنهانة من نقر يبسا أن نعبد ما يعبد أباؤنا يا نعبد نوح أبيا العابدين لا إله إلا أمك هو يري واحد نقر يبسا أن نعبدنا وحي أبيا العابدين ورد يرفع ابن وحي يري أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء وحد أول شيء يسمى ودغن كان دون السوق وقدغ أنه وحر ما حرين وحر ما حرين ينا يعني عابدنا إلى يدي مياه سرادان ونودي نسائي دعوه ده ودمين كاسلا بينا مركة دارو ساسي هايين مرئي وضغ لسكو دوبي إلهي وحي سبحانه وتعالى كفارة وحي رادين كفارة وحي رادين إلا أنتم الله بشر مثلا عن وحاتهم بشر أنا وكلا تريدون وحدون إذا أنت صدونا إلى النقع لسان أما كان يعبد آباؤنا وحي أبياش يعبد جرين مركا حكا وحكا يوم وتابيل ويري النبي والبا لا إله إلا هو ليهن النبي والبا نوح ليهن الله كريه إلا عبد الله وشريكيهن إيه إلا إسلام ليهن وأسكوه أمد يا الله نوحي كل جنايين لا إله إلا أرم منه محيّن إلا إله كما تجنوه لا إله إلا الله أرم منه محيّن إلا هذا أعتقد أنه مر منه على هذا كمثلي إنه ما إسلام إنه أو الله كريه هذا من الإسلام ما إلهي ما كتير إنه إلهي بل إلهي رام بع إلهي رام لكي إلهي إلهي نو بتيه دم بيا بعبيال بعك شو جارنا عبيال مصالحين بعه أرين فرق الإسكو هاي أكيد واسلاس وكلمة هي معنى القرآن هنا صار نقول بقى القرآن كدليل الكوفر إن النبي أشتبك كرمين ترك الآلهة المعبودة من دون الله أمرك لا إله إلا الله خطأ البعيان عرمت أنه وفر ديان قرآن تعطيني ويقول عطيني قالتنا إني سهمين ولا هاي كمتقينه لا إله إلا الله بل لو يريا كمتقينه على هذه الآية تعطي بالمال بقوفان هذه اللي بوحيهين واللي بتوحيهين ومن اللي بقول إسلامين مع اللي إسلامين وحي نقول الله لا إله إلا الله مركا ترادان بعض المسلمين نغتين ساسا وراء كل هاي اللي يرادو سلامين الله الله محمى حاضر يا الله يا أمين يهيل وهو إسلام كبرونين في نغلية وحد إسلام كبرونين لكن وحد أبنها هذا الدين كان لكو أبنها نسلم عادلها يا يونس الأورن إنه هو مسلمي ونبي أنا راعي أصحاب النبي أن لو أركم مايو من لص على سنة في سنة وطة مرتين سعرنا هي وطة ولا أنو كم تجايو نبي قالوا أن الإله لا إله إلا الله وأنا سكنها ياله فأرك ما يوالا وحكا العابدة يا الله سكنه وأنا قصدت هو المنكور من شرعك لو طار يقول ماذا شرعا وضعه مغلى ياله وشرعي أنه يحبن عن مغلين نبي إله باطاي وقامنا الأورنية
إن الله هنا إلا والأبياء عرما أساسي هو آيات محكمات فعل لا يان طب أسئل نكريا إذا أنا نفسه هلاقي يادون كان نشوف ما يان وفتريا لا إله إلا الله وليراده عبادة غير الله والله قطبه وإسكوح وهل أرهن فأسأل التوحيد ليراده فالكلام حق الله كبير نساء إلا أرهمه فالعرين رسولك صلى الله عليه وسلم سوء من نجوه يدو حجه لا إله إلا الله ويهودة هو إسلامي لا إله إلا الله إليه محايا لي محمد رسول الله يديه وعجل الكوة إن تقولي ماذا يرادا وحام رخاتك أن أنك رسول الله تنلي إيمان عليه الصلاة والسلام نشهد أنك رسول الله إن رسول الله تعالى مخاتك أن أقاريري يرتبع النبي وحيه صلى الله عليه وسلم وما يمنعكم محايدين ديني أن تتبعون إلى إرعضان محايدين ديني لكابه إلى يهودا كبغي الله مركا اتباع النبي لك ما هي والنبي أرمي وليم ديني فليا لك ما هي لكن حيث رجال يعني علمي يبقى بهم معنى أنه إلهي هذا علمي أنا فهم علمي أنا بفهم لا إله إلا أنا هرم فهم سنة ينبأ ومعنى وحد أركيس يهود النبي ومعنى عليه الصلاة والسلام ورمى أصحابه وشرك من سميانه كعبني كبارتا مثلا من الأصحاب كعبني كريبا يا حليه والكعبة تابهنا واحد رغان ورب الكعبة ربي كعبني كبارتا مركا توحيد كمغري آهان فرق اليهود دفار بسا أفهم سناء وقرني فدرس العلماء قد وحيرا كفر اليهود واستكبار ما هين إذا تغير الله قربا إلى لحظة أفهم مركا رغان وحي كولا يوضوبي هباركوز العزير ابن الله يرادين وهيرفو قرسيين حضرة واجر المعنى توحيد كيني فهمين ومالك النبي عليه الصلاة والسلام وغيره إسلام كبيرانيين وحبيين إنه النبي لا يهين واطيريين وحنا لا يهين كبلا ميين هرائنا هرائنا إذ كبلا سنجر حضرت الوحويات بوبرانت وانا لأوي هاي كل أرام منه يهود يهين كرانيين النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون على الله يكذب وهم يعلمون بأنه يهو علم أقرانيا وعلم له إمارة جاشي ويهيان بالإمارة فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به وإلهي ما كؤهم يتكرنين ونلقى يسفلس يقنين يوحى الله إمانا يقنين كفروا به وكفريا فلعنة الله على الكافرين مركة يهود هو يري لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسلمين من المؤرن عليه الصلاة والسلام لأن وحوية تضبيطي تحقيقي مسلمين إلا وحوة ربائنا الله كبير لقعانسوا إلا عابدوا له كنسموا سيد الله قال سمع ينا شرع هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاطه بل الدنيا ما ردوس النبي زيارة نورها أطول حتى لي إلهي في عابلها يا وحنك عابلها يا أولي التوراة الإنجيل يا وعابلها نادي لينين وموسى وعشاء وعابلها نعب عيسى يقنا كتاب كوري والله نصحى الكتاب كان ردن بي كتاب كان دير همين وين قف الله لقب كتاب كان سوب بيري همين وين وآل النار وين وقال تاسمني مرك لا إله إلا الله محمد رسول الله مرك يرادين ولا يهودة ما مقرن المسلمين محيلا اتباع إلى الغلاء وإن إله أبدان شرع عليكم محمد صلى الله عليه وسلم بينكو أنسن مرك النبي عليه الصلاة والسلام قارب وحي الله كان عبادة غير الله سلمية قارب أولاد قارب سلمية أم الله أبن لكن وحي يرادين نبي الكلا صباحي سيلم الكلاب بقار نبي يرادين فما وحي يرادين لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم رسول الله أما نلايح رسول الله ونحن نحب كتن بي ملي هو إيقع حتي وحير أشباء مجلين إيه المسلمين ومسل الإسلام في كل عطينه في الدولين حيا لأنه محمد صلى الله عليه وسلم شرع عليه وسلم إلى وطل قال إلى يوم القيامة إنه ودغمه شرع الله بكر الدولين مسلمين تسوي هذا شرع الله وكينه ساعة مرة كفار كل مغدين ومحمد رسول الله حتى هذه الهدان ما هذه ليهين سرعي شواء الله نسخي النبي كلا كتن بي هذه ليهين هذه معها شهدي وأفكر الآخرين معها أرنت مركب معناها معه أنه مهم يا ياكاسا كفا ميسا هذه اللفظة واحترة اليهود ذات مسلمين بين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مركي إلهين عندك رسول الله مركي إلهين مسلمين بألقى عبد الله كتابت معانا الآثار ضحاوي سفع عن وفصائنا وقل لي معناها انتاس لقد ما إلا غم بي لوحيك إسلاما ما ينقم أيوة هذا الهرب ورين شري لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا كبر أي قرض عن مسلم كذا ذي علينا لا إله إلا الله محمد رسول الله واجر هذا وآخرين هذا هذا درت آخر يلا هذا هلا
مسلمين بقى لو رأى مسلاها إرعان بلغة وين الله لقد هي بحيانا لهنا لكن وقت هي بقى معنى في مقيم معنى ما قال مركي كلام فارغ من غنية هذا معنى مقيم كلام فارغ من غنية كوكا صوبها علي بن عبد الله محي يرى واحد تاهي يعني إله بقى تاهي لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليهم قرآن كما ينكر حدنا عدل الله بقرآن كينكر صوحي أنا علي بن إله بقى علي هو قبيل كفارين يجيب على الاعتراف فيه والسكرة عسين قرن والبومركة عسوبة هي قالوا لا إله إلا محمد رسول الله وأرنا يا حدنا قالوه بسوبة هي قرن قالوا هذا بسوبة هم ووحوا هي نيك الوريتري يعني أو قراسان من اللي راهو ووحوا هي إلى نمشي قنا هي قرن يصدحات بسوبة هم وبرعبيد القداح وصوبة هي ووحوا هي توحيد كتاب حسن قرني أفراد بصوت حلم بن عبيد يولي تشتي وكوكا لا تشتي وقرامي لا تشتي سماعيلي لا تشتي قرني والبوا تشمين إلا واقع قرني تتارك لا تشوي وتربى لنا أشياء كي يقول واقعيا حتى أنا جعل أهل المتمي ولا جهادي ولا دقالمي قرني قال لي فرناد محمد عبد الهابد كل دقالمي جهاتين في كل واقعيا لكن قولي لأبيله هي المعنى لك مغناء وأن عبد الله ولا تشكو في شيء كما غنيت وعبد الله ولا تشكو في شيء بين فلنين مركز توحيد علماء المسلمين لما توحيد ما هي هل توحيد بواها ولا إله إلا الله لا أخينا أيها أفكر لك له هي معنى يجب أن قاطوه معنى أسوى إلا جهره حد الله كي ذك في قاطوه شركة أكبر كانت على صفر استم الشهاد لي منك أرانيا ومن أسهل الناس وفي توحيده سيك التويرة وشهادة أربع وطايا وحوية وشان عبا سؤلمي نيكا شركة الفرولة فيها دوما لنا أيوه إنو إسلام هيستو وشهادة هيستو دوما لنا أيوه ومن أجل الناس وي ومن أجل الناس سيدة إمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب توحيدك وكله إلهي طلح ما يبيرني أبو جهل دينك أغبريه حديث كيبون كان لا هي مركع أبو طالب ليري قل لا إله إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مركبة أبو جهل يوحي رأينا أترغب عن ملة عبد المطلب من دينة عبد الولد فتريسة وعبادة الأصنام يوحي لسمين شريع عقيدة عامية فتريسة كما نجم هو عليه مركبة يوان هو عليه نفس بير على ملة عبد المطلب بان قلمان يابير فازو باضيئيا مركبة أبو جهل يستعيدك ويكتامي لا إله إلا الله إنا يبطايا وتركوا الآلهة الباضلة وإله الباضل ساعي بعد إلا يتوقع الشركة أكبر الله قبل حينها طيب فأبو جهل علمه لها مرت ما أنت منك جامعي هو شاوطة أبو جهل بس إنه توحيد كبري حيث وحقرني لا إله إلا الله يشرك بين وذكر كن بقرني أنت سكرني لا إله إلا الله يشرك بين من وذكر هل كان مرك حتى قرني الساعة ونقطك وقفة مكتب الله يكري بع توحيده ومعنيه أولا إن يكون أهين وبعد الأيتهاي بعد حتى قرني waxa ka dhacay asxaabtii ismaacay ay insheer kala ilaa dagaalmo ku isticmaal diiday ilaa dagaalmo ay u shaateen ku dhawaaqaya waa socodna waxay ahaayeen arinta waa ismaacay oo ay isku wada seen tan iyo tan ku sheegayo madaxweynaha ila tarad yar waxa jiray arinta asxaabta muslimiinta oo baas ku waafay jiray oo bakar tii asxaabta isku ma khilaafin fuqahaadka dambaysila wasu waafaqan من أحب يركوس إلى المسلمين خارجون عن الإسلام إليه بالسكور فسين واحد كل كفة من تستعدين على كلاوة عقليا يقفص أهم مثل في شنة شرعي يبقى مساء الأدنية لكن عقليا مثل في ريو يوح أن ما يوفتك أن هذا سيد أن هذا الكؤوها يقوها يسنو هذا كان معنى له إلى هذا معنى له إلى هذا قد دي حتى أبدت سكوي مالان وإلى هذا بيلان بعد على بيهال الدولة سرعة لا تقصد تسكي ما هذه لها إن بيلان الدولة لو بهني هاي وبيلان لو بهني وإن بيلان الدولة اللي راه سرعة عن هذا كذا أنا وكورة أنا وكورة اللي راه هذه نوع الله ما كان وصديه دولة من كو من كان كور هو إسكبها حلونا يا حاج بنت شو يسوي الله بيلان دولة نبي وإلا الدولة تين في نور زهرين hadu soo noqdo yaradiyan doonaya laga rumaysan ma ila u doonbi la mar u dabiyo yaradiyan doonaya iska saxlo xalay ci safaan qaan shay yar ma hay
هذا كان بيان دونه يا مرتا الواقع إلى صوت كأسك الله يصب حين يوم شيطان وحيا يلا تراغو في الدور هدين العيال هلا قضاء والله اسكرع وقبيل تفشر إلى عيال وإن القضاء هكا لا يقضى لي هذا كلمة لا اسكرع كلمة تحقيق لرفاته لأن في القضاء صلى الله هدين وقول إن أنت إلى القضاء والحظة ورنها يرقص في الدائية الدنبابين على ورنها حرق الميسانة في الدنبابين على ورنها إياه وأقول إن هذا الغي لما يأتي مرة كثيرة وأقول هيا كتغاقه وأقول هيا يصحي لما يسوى وحل معه وكلمت عن تحقيق الله ومعنى الله يومي يقول هذا بصدق ما أنت بليين وأمرك إلي على بسنة الله جرره الله كانت تمام يقول مرة تنبع الأرضية هذا جوانه تعالى بسنة الله يومي مرة حالة كثيرة لا مرة لسوى بلغة معنى الورجي ذلك ذلك هو خاسي إلي في إن وحمرات كدا يدون أيام إن قعبران صوت إن قعبران يعمل أصبع إلي في حديث بن عالمك أيان هذا العين وهذا العين لسين الهي قفت مرات كسوء حق الجو مجد تنبر وحوه يعدو حتى يرى ربع البعض أسقصوا أركادو يرى ربع كاسيب وشيغا يا مش يترى بس إنه قعنا إن تكبر تشيلو أو كحيلو أو مكا وفرق وفي قمان لما فهم أيوة وفي المرأة تمعسين أيوة وفي الرباب الله وقتهم لكن هذا تدخل فريق المعنى يا واحد من الصعود وقالوا لي يعني اللي راح لو يحط شو بورت ساعة ساعة لا تشوف بورت ولا يقع واحد بور لي اللي راح ولا يقع هذيل مستحيل يحد لا يبان في نوعها وخطرت على لا تشوف هذيل اللي لا ينوح له ده يطلب نوع أي نوع هذيل والله طلب هذا ليا ونسود ليا ما تخلف السيسة معنا حد يصير ياي هذا المسكين ده يوم يشلو العلماء والرسولين ما في كان لا يان ما حد كلام ليه الكلام لفظ ومعنى ليه الكلام لفظ ومعنى ليه سأدرت العلماء إلهان إن عبد البر وحي لمن قال لا إله إلا الله عظا لم يسلم بيركم إسلام بينا دعا يربي له ليهوذي أما مارت والثاني أبو عركي ضد لا إله إلا الله مقاع يرهان إسرير لا إله إلا الله مرة لأنه إسلامه وإن الله كذي قابل مبرده مكر إسلام الله وشن رعيه وكذا دواكي هذا ما هو صوت عن لاين معنى ما هذا ساس نقول هذا ومعنيه الجمل ما هو أنا فاهمين بمعنى وحيه وصوت كل مو واضح هل كاس هو وحول معها وقينه ملا هذا الصح هذا سيد الكلام واللفظ الغض واضح ومعنى لغتي يومي مرك اللي يرى هذا في القرآن مكون معنى لغتي هذا هذا كإله إن معنى لغتي هذا وعرف الله ما وقته لا إله إلا الله إلهي رب إلهي بأي رب إلهي ما واحد لنا إلهي معنا ولا متشيرين ماذا إلهي له يعرف يوفتنون اسمي إلهي قولها إسراء عيارة وكلها اسمي إلهي لها ما أعني معنا لو قد شيري وحال غباء وعبد الله ولا تشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله أرنتم مركة توفيق توفيقكم كالعرى الله في جيسي معاني سلامة الدين كرو لنكي كالرخي بسيئة دليل لغواء هذا الضوء مركي لغاية هذا معنى الله يبرادوه مكوها الشعر كل هذا الشيء قصة داتر وقول مانا يا معاذ عبدالطي قصة بسوية يا وكفة بيه سعادة بالله وقول مانا يا داتر يا سعادة يدك سوية يا تحقيق بكاربة داتر يا المال بانكسين هيا ولا يا سوية يا داتر جيل بانلغان هيا داتر لغان في الهيانة تكتب وقيل كل غز معنى هذا الاسكيل هيا معنى الله ينسيز ومنه تشرب هذا الكبان وكمن معنى قلت الهنا إلهي هذا الجسم هو حق إلهي نوحه ويواكفهم يا بنان كان غلظم وعيارة وعبث كل هذا مرة كبار فوضه إلهي وحوه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إلهي حق وكا الله وكنت وكا الله إسانا بنت وضوء التوصيان كدوا يومي قلت أم لينا يا إنه وكا دوني يا سيد الخلافة اللورة لله وعدد في يونا يا وحمه وكا وحوه وحاله وكا دوني يا توحيدكم من لغة توحيد دام سؤال توحيد ما لغة التوحيد ده ما سوى هل توحيد تعال شفتي مناظرات علي كل سؤال بوصلها سؤال شفتي فواحد علي مناظرة في الإيمان اللي يرادو أو الدوم لما انك دين عكرة كسو الجيري فواحد كدو لين يقول لا إله إلا الله صلو إسلاما كدو ليا ولفت ياسا إسلام فيه قف الله القفية هو مسلم بروحه يرمسناش أرنت عن توحيدك أبو هبنجر أرنت عن توحيدك
ومعناها الاسكرب اللي الله في إلا أبيها لو شرقيين وعن قبرها البرين وعن شركيات تحديد كلمة ده أريد أيضا صوماليه صوما جارين بيروير صوماليه صوما جارين لفظي إن صوما جارين أساء وطر عليه وحكم مسلمين يا الله ولفظي معناها أنه وحجر صوماليه صوما جارين المفهمين بير إلا من حركات كوهاتها قالي أو السلسة اللغوية ودقوا لابطي ساوى الأورا كرابي التوحيد في الدول لكن قد كان تفريد صوم جارين بيه شو هلوي مرتبه واحد ويري ايمانكو محرمه انت من بالله توحيد الان ما انصحبه وقفت الله مرهمي لما اران كرادو الى يشتر جيلي اسلام كباهر كان وها اوه الرئيسة بنيان اسلام على خمسة على عباد الله ويكفر بها دونه بها اوه الرئيسة حديث بكبر عضية حديث نوح لي شهادة لا اله الا الله وانا اسكم مالي مركوا على الإسلام وذي ظاهر كائننا توحيد بكوة إيمان كباطن كهذا قلبي أهانا أغيوه أهانا وحاكوة ذلك التوحيد قف توحيد السوبين سياءه ترتي إيمان إسلام ذلك مركا سبحان عقوبة هدنا ويحي المياء وسوء على التوحيد فأسوء على الإسلام بأهيد الله حبا مبير توحيد وسوء على الهدنية مركوا حكينا وعاوية من كان توحيد كثيرا قابسا توحيد سأل الله ما أكمل قضي ما استحوا لي فهم كونه وإسكين وتوحيد كل مياه كلمة الله الله يوه تحقيق الدين وسعيه والله ودي ولا سكروا الله بيجنا ولا سكروا الله مسني سبا وحوي لي هذا ووسيلة والمعنى غاية وي يعني سأل الله تقريرنا يعني إن ألفاظ السيدة ووسيلة إلى المعاني وي معاني إذا لو قصد يوه الله فيها وحبيلي هذا حركة سأمدين إلى يضم لا إله إلا من هو يرين بني إلا إله نوح سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد النوى بفزوي حتى من النبي يجب قالوا لقضي أعين وقال له أبيه قالوا لقضي أعين والنبي موسى إلا من الحمد يسكن لغتكم هذين حتى لا إله إلا هو للعين وقضيه فلدون با كلمة ما دام معنيه أيوه لقضيان وإن الله كلي لعاد لعقص دايان ألفاظه هكذا لدوناته اللغة لدون ninki ingiriis af ingiriis ku ashaata oo ku islaami kara ninki maratay yani af sawaxil ku ashaata oo ku islaami kara ninki af soomaali ku ashaata oo macnaha u jeeda oo ku islaami kara ninki af carabi ku ashaata isoo aan fahmin macnaheeda kuma islaamayo saw ogaada kutubada laga helayaa waash culimada ee kulli siyaasada fikri ma fiir shaalka ta ku yaalla yani qof baxay taaba aan fahmin وحوش إلى ترين لعبد أم شيء من شركي يسكت وتصل في ساعة لا أن قبر يسدو فقيا لا إله إلا الله يهدى عقوم إسلام اليوم حيا المعني وما قصد هذا لفظ هي معني ما تقول هذا ولمدي شيء أنا هي شيء أنا العلم الإسلام في سوق الجديد شيء أنا هي توحيد كثرة الله سمع قيد الله كملا لما توحيد وياه يا لفظ يا أخي يا وهو مسلم يا إله وشريف يا لا شركي غاس وكواني إلا قولي هاي معها توحيد مغن توحيد كيبا كمغن معها وكواني إلا وهم حاضرين وعضين إلا يجين وما مسلم وقدر تكون إلا يدور حضرون إلا يصاب أرني مركا لفظي كي وحقو قريان يو معنين مقيين هاي لفظي قريان تحجين لي ضمن توحيد كي وقر بصرها هالقوية هاي واللفظي يا معناها سوى صعوية ومن الله لنينك اللي عركي ومعني يوسف هالسنين واللفظة قاسية توحيد أفكى الله وقبنا يا أمام الشدود وحي المضى هدين بقفتان كلامك والله بذي معنوي معنيه وديتين نيك المضى هدين بهدو أشهاتين ما أشهاتين لأنه معنيه ومتشدود إلا يكرين لعبه ومتشدود وكا الشركي وصلين يجيل بصي وقبر يأبوه هيل البرهة يقصب وكل وقلا وعبار خلقه قال يرى له رب نسي ما هي كردوين نيك قضاء قبر ينك بريا يا ربك ويدين يا إن توحيد كيسي وعن صحيح نيك قضاء وإنه هذا الرمائي منك السلام كبري يا رب ويدين يا إن توحيد عن صحيح لا إله إلا بها وإنه قراء معايا الأرض واحد مننا يا من دون الله وي ولا تدعو من دون الله ولا تدعو مع الله يعني الله إنها كبرة وحسوا قل يا سلام فيها سوق قل يا قبر يا سوق قل يا بشر كل الأمر قادنا يا بشر عقادنا يا أفكار قادنا يا سوق قل يا ماشي نقطة مارك كالبيل قالتها وي حبيبي يا بني ليش ماشي لو كلب بيري
توحيدك توحيدك لفظي يعني معني ثم الله توحيد ذا وكان هاري كرمياء ومن الوصى إسلامه هو الرئيو من الله صار رأسين دورا مسيح واسكم ولو كان هاري ما يقف الله يقف إلى وشر جيلي هدو أشياتين كل واضي إيا ظلم كريو شاهدين في صحب معها مرادوش إلى وشر جيلي لماذا لو كان بير وهلك حركات كامركا على اقتصام هذه اللي يرادو السلفية هذه اللي يرادو حركة الشباب هذه اللي يرادو يضبطها صعبا وأضفك التوحيد كتلة داسين أيوة لا إله إلا الله وأنا أكون مسلمين أيها شركي قالنا يونو لبتي أيوة معاني ردية يعني أنت شركي صليانة معاني لا إله إلا ديبين يعني بين قراني ما قران أيها إنو ديني حالا في أهداء إله إنو دينينا ما قران أيها ومركو لا إله إلا الله وعقر أيها الله في عبدها أيها معبود كروس الله مركو قبر قبر أيها معبود مغتر إنو معبود ليها ومصاب حسين أيها ويديني فهو على مخاطفة ليش مرك هذا الوقت بيسه وهالك؟ لما كان مرك هذا اللي ويدي واحد كريان توحيدكو إنه شركوا منه برونا هي كريان وشرك الناس وأهنت أوحن أو دتة دفكو بابا يعني أنا لأنك لا مشربي أنا مش الدين لهم بكريان أنت أي كريان وإعلامي وأنت اللي تبي أفضل بينه مرت يعني أنت أصلا مال ربيوي وأفضل هو آخرك في كريان وأنه توحيد في الصحصر ويمرك ورس ويحسك فلت على الشيئان إلا يكي وإلا حابلها لوش الدين بينا الشرعية البني آدم كان أراء عليا توحيد في بابين سبيلا وأدلو مدي هو قاسم إلا ذلك له قاسم إياه عبادة غير الله هو إيه لذين هذه كتاب إلا يتحدى للإفتار سولة سبيسته إلا هو كوكوت اللهم من عمر هذا ذي وأرحمه ذي هو قاسم إياه عمر هذا كان له قاسم إياه ويضع معناه لا عبد غير الله هو مكا إنت أي شيئان وعافي عن إن أن لقى بين شيئين اللي يرادوا أهم تأي شيئين وأهم حقا وأصل ديوي وتوحيك حبيبي ديوي قلت كو قرنية وحيابة كلمة وخلقة كو قرنية إسي على ربائي وكلم قاشو ومارت يرادوا وحايا وحايا وكوه الساي وحايا اسكبها يقفها بورانكا لكن كلمة أن حقا حالة نبضي حالة الله معي حالة واحدة واحدة نوم يبقى من بركي الساقة يمكاو كلمة حقا وإليك ليها العادوية لوش البيلي صدقت يا شهر الله شيطانك وحل إلى أبو هريرة حديثي صدقك وهو كذوب بنومي عليه الصلاة والسلام كن بخشي ويقول لك هو كذوب كن بخشي مركة الشيطان في هذا الكيس مركة بخشي يعني كن بخشي على أرايا مركة قص يحوي يعني الإسلام في حد ليس كوشي يعني قرابتي هين وغرارتي هين والشيطان يسير أشكو دين تهين لو كبير إله كلي هل عبده وشرك على رب حوض بساتير تباطل على سكدة يكفي انت عبد الله فهو الله انت عمرك صدقت عنه معنا هذا واحد هو السفان واحد هو السفان حال ورنك على وحي ورنك على الجراء ومارك الخلبات وخلبية أصلا كوه السنابة ورنك لكن كاسم حال ورنك على الله معي سوء الفهم يولادي هكا كان مغطى حال ورنك على الله معي حلو رد على الله يعني عبيا أنت عن المقطع وضفت وجدان فلما يعني ضفت شركي لا يوصل هنا يا هيكلي وكل شوي شركي وكل شوي وكل لالين شركي لا أو ساعة مش نكتين ورجلي إني ضفت خيام جرين بالجرم ما يايو كلا هذا بقايا ما كلا عادي وضيع البلوع يعني حد بيان كني ضفت صار سعر وين ضفت وين مثلا يوسف قال يا ضفت كلا عبد الله يا ولا يا إيوه رحسن وراه يا ولو كلا بحياة كومي شان تحت وين لسه قاري فحلايا عليا بيان ساس بل كويري الناس وغالي كابا انه فعلا انت من بركستاوه ما هي انت امغ رايا ايه واضيال اقركوا عليا فحمي هذا واحد وحيد وقابل مياه كلي على ارنة دليل وطاي وهو انكار الحق حق الا انكريه حق الا انكريه انكار كل حكم ديه نواقض الشهاتين كم ديه نواقض الشهاتين بكم ديه شروط التوحيد على القبول ما كملها إلا أقبلوه وهالو نقرون نقرؤه من الله لبادر الكاثوليك أقول هدوك يرادو محمد رسول الله هو صدقت أرانيسا هدوك يرادو الله شريك ملك كل إلا عبدا حقا هدوك يرادو صدقت الليلة بحيث تبدا إلا سيو لكن كلمة حقا سيدة ولا نهر إمادة ووحكو ريمادة تنجاراكو ريمادة كلمة حقا وحد الصلاة وكبل على الله
وضفوا كل علاية وضف عن دين الله ويمان مركا انت سوحوي وحكا لكم الدرائي كل كان هنا يهين دسو حيث كل رسيها او لفظي معنى تحجنين هنا يهين بامناش كم وقتا قلت في وحكا لكم ابن يجب عن نوم يجب عن برنان كتشوى يجب الله بكرا يو ويدينك حركات كان كان يوادوها كلنا توحيث كان كان داسا توحيث مركوة داسي وعيمانة إسا شركه إذا لو قلت لها مسلم إليها هي بعيمانة إسا إيه شركه أنا بالله الله بحي إليها تناقضات بها لغسوا إياه وحكا لغسوا ما إليه تناقضات بها لغسوا إياه وحا ورما إيان الله كليه إلا عابدها أصل في الدين لأي ورما إيان هذا لا أمريكا الله كليه ما عابده إياه غير الله عابده إياه حكومة أمريكا تلعين معين لما قال إليه سنكرا ترى ورما إياه توحيد لا إله إلا الله ولقد جبنا كائن لا يعدوم عنه الأول ما قال شيء كنا حاكم مسلم هذا شو بينا مدير هذا إيه مدير هذا عمل كان حكومة هذا عمل هو قال لهم أفكوا سجال ما أقول مدير هذا إيه مدير هذا أهل لا إله إلا الله سجال ما كان هذا قال الله ما تعرف قال الله طاي وحول الله مشي وحكي ساعة بدنا أنت صنع وكش ولا يان وكلها أيتهاي حد أو للحق أحق للهدين يا مركب حلوك الدنيا هي أصلها حلوك الدنيا هو توحيدك لفظ إيه معنى ورسول المياه وقرآنكم اللفظ إيه معنى ورسول المياه إنه كيهيريا مساء لفظ إيه إسلام الإجرادة ودينة الوصول جلا معنى هنا ومغنانكرا ورهيمانكرا حلوك الوكا المغيّة وعنكاس حركاتكم مغايتك لدوا هنقاتان وحكس تهليّا وهل يسكو حدود بوء مغايتنا لسكو بحشو waa dheer aan isku qoro aan isku dhigiyo xaqiiqadu waxa weeye waa dad tooshiif u mideysan yahay allahu wal macna xigelinaya iyo dad tooshiif kala gaarsan yahay laqigeena ku muslimiinaya shirkigeena ku wadanayo marka bal mid diinta islaamka ah qofka islaamka ah oo marka uu fiiriyo tii diinta islaamka ah in laqiga la tashkiliyo oo laqiga lagu muslimiyo shirkigeena luqso سمعينيا للمسلمية من دين الإسلام بقى أو دين ترسوش ليه مالين مياه وأصحابتي وأصحابتي أهان شرط مياه وقاركوب بشير في السورة انت مياه مسيوحة هم أهو صحة لا إله إلا الله ملكو ليه معنوه شيري بقى لها بقى ولا مسيلا هو شركين شرك أكبر أبوان أبو شرك أكبر هم يسمع إجرانو أبوان الدولي أو ملكو رسول ثانين بمعنوه oo shirka akbar kaas markuu aan ka aragno waxaan garanaynaa la ilaaha illa allah yusuna daa'id ama ma gaansanayn waxa xifreeyso waxa amayso ama waa uu qasbiyaa inuu khilaafo taas markaa arintu ay xaqiiqadu waa tahay marka su'aashii labaadna way naga soo dhexkashay waa ahayd maxay wadaaddu maartay xarakada ixtisaam haday la tafsiir sheeganayaan khabar oo la tafsiir xaqiisa waa maxay waa intaas iyo waa lafdhi iyo macna la kala reebay iyada hadalkooda lafti kaliya ogiin been noqonayo ogiin hadal kaliya dul waa dawaa been inaad u fiiraa ku imaanaya ku imaan way maani uu cabdiray oo ahay inuu imaanayo soo soconayo ka imaanayo hadduu ku gooyay been ku ishay waa oranaysaa oranaysa ninkaasi waa in imaanaya oranaysa oranaysa u qirnaysa maana hadalkiisa hadalkiisa kadib baad soo qaadaysa hadduu ku yiraahdo maana hadalkii ma waxbaan ku siinayaa amarka uu sirtido ilaado ninka oo qofay halka uu sii marayaado oo wixii ninka xad uma hayo been buu sheegay waxa horeysa been buu sheegay hadalka horeen inuu ahaado hadal macni iyo waxa uu xaqiijiyo hadal daxiiq buu rabaa allah kaliya caabudaya markuu yiraahdo waa inaan sanam lagu arag waa inaan qabri caabudaya lagu arag waa inaan kitaab ilaahay salaatiisa kitaab ay dasaatir ay inaan lagu arag ilaa uu xukunayo kelmadu weyn weyn laa ilaaha illallah macbuud ma jiro oo la caabudo xaq lagu caabudo ilaa allah mooyaan oo cid kastoo la caabudaha iyo faadil ilaa allah maahan taxqiiq baan garanaa marka ikale hadalkii kadib oo noqonay shahaadadii yahuudi iyo nasaarada iyo lama tageliyo allah waa rumaysan hadda maraykanku leeyay boqolka dollar bay ugu taala allah waa rumaysanahay baa ugu taala rabbi baa rumaysan rumayntii waxa weye ma rumaysna rabbi shareecadiisii la garanayaan islaamkii cunku yihiin oo la dagaalamaya مرهم إيش نعلمنا إنه كده شريعة مركا كلمة اللي هو هلا تحقيق بيرفتان تحقيق لا سدين اللي هو
وركي وربنا ولونا يا كلام فارق ولا لا وح وح بقى هاي بلا سؤال لما أنت حتى شرعي علماء الإسلام كواحد لا تسا وحي كلدويا وحي كلدويا وثنيين ت وثنيين ت وحي كلدويا لما أنت أو كتاب كي ولا كلدويا لا تسا محلو كلدوي وثني لا إله إلا الله ولا قبنا يا الله قبنا يا أنا وحوي هذا لا إله إلا ويرى الله تحقيق المهرجي الله كريم عبد المهرجي هذا لا إله إلا ويرى الله شرك وكبحجي على الكتاب كنا قال نبي الكشران يو لا إله إلا هو له يو لا إله إلا أرمي يا إله وحواجبيه إن رد على ما وإله واجبيه وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق لأن الذين أوتوا الكتاب حتى يعودوا الجزية عن يد وهم صادرون بينهم علماء المسلمين يعني يتحق نشرين معناها لأن حواكات الصياء قرونتي قرونتي مركة هذا سوق على النه قرن بور ريسي واشهدني هنا أشهدني مسلم الكذاب يدفكسي هنا أحمل لسوق على النه قال اسكو جماعينا قال لي وان قا وانا رمي قال لي ما نعسك هذا ما تقال لي لله وضد انتي كبحي ورمي واجب واجب ديدي وحلال صيني ديدان او يزكي بيهن وان اسكو جماعي ولله ومكاس ضد قالوا بيهن ايهن قال وحب يشوف الاسلام لي هو صح 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 مركا شيل كاس حاول مركا انتسو قد منه شيل شيل تنبقى القرن الثاني هذا نمامه waxa barkaysa iyadoo macnaha culimada ay ka hadlayaan imaam shafii iqrar ku kaan leeyahay iqrar wuxuu yiri wal iqraru bil iiman wajhan iqrar ka oo iimaanka la qirnaayo in la islaamay oo ilaahay la rumeyay la qirnaayo walaw shii faman kaana min ahli awsan qasiyo kala qaaday faman kaana min ahli awsan bi dhik ana awsanka oo salaamida caabudo bariya oo xalaa u diraya ومن لا دين له يخفى دين لهين ويدعي الشيخان يعني أنه دين النبوة دين النبوة إلا يتعي ولا كتابنا عن الشيخان فإذا شهد أن لا إله إلا هو أنا محمد عبد ورسوله فقد أقرب بالإيمان به إيمان في القريب للغفة هو قبر النبوة ومتى رجع عنه هذو كالله أبطنا قلت له ولا دين يا يوفي الدعام بل ودين هيا به شاتين جهوز لامبي ومن كان بير على دين اليهودية هذا كتاب أمه بيلا ومن كان على دين اليهوديه تنك الدين والنماء هيستا والنصرانيه تايستا فهؤلاء القوى يدعون وحشيغانيان دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وحشيغانيان وقد بدلوا منه وحين كبدين وقد اخذ عليهم ظلم بان الله قال فيهما علي ايمان بن حد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروا وقالوا بين بترك الايمان به هم انت النبي اي هم وغيروا كتاب كويساس وكفيه واتباع الدين دين تنين عن الله على واتهم مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله يوهر إلهي تبع شهي ويهر المسيح بن الله عزير بن الله يهر ويهر فقد قيل وحال إيشه إما فيهم وحا كم ربا ليهر من هم مقيم على ديني قال دين في سيره يستاجر عليه وهذا قرأ إليه يشهد أن لا إله إلا وأنا محمد العبد ورسوله قرأ لكن وحي إليه الله يبعث إلينا من المصدر فإن كان فيهم أحد هكذا بقف ساسة شرويه فقال احد منهم متكمل الى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد ورسول الله لم يكن هذا مستقبل الاقرار ما ما يستلم غير قرب دين هو الاسلام لها وايمان لو قرر لها بالايمان حتى يقول الى اراده وان دين محمد حق او فرض وابرا وحبي كاه مما خالف دين محمد يحد دين تنام على خلاصان بان بركة مركا حتى نكي اراده دستور كان كبر مايا وقران خلاصان شاتيه وواقع يمك يرانا هذا وحال لهبا وأبرأ من يرانا وحد بركاهي مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم شرع الإله شرع كذا خلاص سنب بركاهي لا ويرانو شاتيه وما صحيح الحياة المعنى بتبينها فإذا قال هذا أبو إنت يرانو فقد استكمل الإقرار بير مرتع صدى ما يذكر إياه فإذا رجع عن أسطين وطول على قتل بياه فإن تابوا إلا قتل بي هذا الشرام بيرضائفه لوي قانو الله تقرأين جنب ابن موت وحول صلى الله عليه وسلم عند الإسلام مكي إسلام أيام وعلاج صغير لا كتب أيام أيام
أما شيخنا النبي نبي سقفي النبي نبي سشيعان النبي محمد واحد لازم هو واحد لازم كوا على الإسلام هو صديق الشهيد أن لا إله إلا الله محمد العبد ورسول الله إكرام فقد استقبل الإكرام بالإمام فإن رجعوا عنه ذيك الأبطال وسكتيه وطلع هذا بياق إن فهو إلا قتل بهما وأقرني بالواد إمام الشافعي فأقول أقرني بالواد شو يعني الإمام حافظ الحسن الشيباني صاحب الحديث وحين لو أن يهوديا هذه يهودي راه نصرانيا قال أنا مسلم لم يكن بهذا القول مسلما كما نقول إياه لأن كلهم كل يهود يقولون الحديث نحن مسلمون ونحن مؤمنون بالإيمان ويقولون الحديث إن الدين لا دين تجده هو الإيمان وهو الإسلام بالإيمان فليس في هذا دليل على إسلام المرأة إن الإسلام دليل معها وإسوا إن أبيان إن شرعي من الحدوث الجورين وشرعي كانت صوتين ومرأة كالسارة يا وثنية وقفت لا إله إلا الله منك إلا وإن يستوي لكن كتابي لا يستوي كتابي يسوى لا إله إلا الله لا بأي إله إلا الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورب اليوم الآخر مرت سوتي بيسي إلهي هو وإلى شهادني مرت أمثلة كبرا كتاب صيام السكوتي وهي تقرن والضم مثال بعضها كان من سأعدي من الشيخ سأعدي ورمى لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وحي إرادين منك في الدوبي ونص جدا أما واجب جدا سيدنا نقول إن إمام البغوي وكلا فإن كان كفر وديه قال لنسو أيها يبهر بجحود واجين واستباحة محرمة فلا بد أن يرجع عما اعتقده شاتين قوة إسلامية وحواجه ينوح اعتقادي وكفر يوم اعتقادي قصر نقضاء واجه ولمن مدسة سورة عسنة لا إله إلا الله ومعنى هذه هذه لا إله إلا الله ومعنى ثلاثة قال وفي إمام بقر أيان هذه لا إله إلا الله ومعنى ولا صعلان إمام بقر أيان كل هذا صيانة الفكر من زيد المرجاء في العصر قرونتي وضع إلى قرن يقري طبنات قرن يكوان لن صوت الأول سيدة قلمة العديانية أريد أن كالعار الله إن هذي كالعار الله لفي جيس وحلو قرن قالوا عدي فأسا قوفنا المركة وحوية عدين قوفنا مركة ماشا أو لوكا لدوية أطوى هكاس قدهان تبكى لوحوان صلى الله عليه نعم إسلام باودنا له أصل في توحيد كي ولا وسط الوكا ليهاي لو هذا فرقاء مدابة إسلام كي مسحيه وعقيده وصحانتها يبقى مركو رقفك في رغبها كما هو حوالي هرجه